جت منين بقى الفكره وانت بتلعب في 2005 في وادي دجله وبدات تسمع وبدات العيون تروح لكباكه علشان تروح النادي الاهلي؟ هو الاول خالص اللي انا كنت بلعب في 2003، مش بلعب في 2005 خالص، كنت بلعب 2003 وبعد 2000 متصاعد ل 2003 في دجله. هي انا رحت خالص الاول 2003، ما كنتش بلعب خالص 2005، لعبت في 2003 فتره كذا سنه، وبعدها طلعت 2001 لعبت السنه الاولى، وبعدها في اخر السنه كانت وادي دجله 2005 بتنافس على البطوله مع الاهلي والاتحاد، فساعتها نزلت بقى لعبت في كملت 2005 مع 2005. بقى الموسم بعد ما دوري 2001 خلص. فمن هنا بدأت الناس تتابعك بقى. فبقى كابتن خالد بيبو طبعا بوجهله الشكر ان هو يعني كان ابرز حاجه يعني السبب ان انا اروح النادي الاهلي، هو كابتن وليد سليمان طبعا بحب اشكرهم جدا. طب ما تقول لنا ايه اللي حصل؟ التفاصيل جت ازاي؟ هو كابتن امير توفيق تواصل الاول مع بابايا، قال له انت يعني مع باباك مباشرة. على استعداد ان انت تيجي النادي الاهلي، فبابايا قال له طبعا ما فيش حد يقول للنادي الاهلي لا، حلو. فبعدها بس قال له اللي هو يعني خلص الدنيا مع مستر ماجد سامي فادي رئيس دجله النادي. رئيس النادي. فبعديها بقى كابتن امير توفيق كلم كابتن خالد بيبو، وبعدها راحوا بقى بعتوا فاكسات هما وبينهم من وادي دجله، بس الحمد لله تم يعني في الاخر. باباك قال اول ما سمع مين ما يتمناش الاهلي، انت بقى كان شعورك ايه وقتها بقى؟ ما يتوصفش يعني اللي انت كنت تكون سعيد. طبعا ان انت النادي الاهلي يكون عاوزك، ان انت تكون مرغوب فيك من ان طبعا اكبر نادي في مصر يعني اكبر نادي في افريقيا، فدي حاجه طبعا عظيمه يعني. كويس، قول لي بقى مركزك عشان برضو الناس اللي بتتفرج على احمد خالد كباكه، واحد من كان المباراه الاخيره الوديه امام الدفاع الجوي شاركت فيها، طلع اتمرن مع الدرجه الاولى، المركز بتاعك اللي انت بتحب تبقى متواجد فيه؟ انا بلعب 6 و8 و10، بس المركز الاساسي خالص 8 يعني. 8 ده خط وسط زي عمرو السوليه كده، و6 بنتكلم زي مروان عطيه. مروان عطيه واليو ديانج بيلعبها، و8 عشان بس المشاهدين يبقوا عارفين معانا المراكز، 6 و8 ده عمرو السوليه، و10 بنتكلم زي قفشه، يعني بتلعب الثلاث مراكز دول. بس هو يعني في 2005 مثلا بلعب 6 على طول اغلبيه الوقت، وفي ساعات في وسط الماتش كابتن علي يوديني 8، لكن في 2003 مع كابتن محمد شرف كنت بلعب على طول 8 يعني. طب المركز اللي انت بقى بتحبه او بتوجد فيه او بتتمنى المدرب دايما يحطك في المركز ده؟ هو طبعا اي حاجه الكابتن يقول عليها هنفذها، بس ما انا اكتر عارف مركز اكيد، اي لو قالك العب باك رايت هتلعب باك رايت، مفيش مشكله، اكتر مركز 8 يعني. ده اكتر مركز انت بتحب بحبه تلعبه. اول ما جيت مع الاهلي ما شاء الله صعدت، يعني الحمد لله. ابتديت مع 2005 بتلعب مع 2003 دلوقتي برضو واحد من العناصر الاساسيه، كنا نزعنا مباراه هنا كانت الاهلي امام زد صح، انت عملت جول حلو كده لرأفت خليل بوش رجلك الخارجي. هو ده كان خلاص اخر ماتش في الموسم يعني، كان قبليه ماتش الزمالك اللي هو ماتش حسم الدوري، في ماتش حسم الدوري في 100 عقبه خلص 2-1 الحمد لله، جبت الجون الثاني. ده ماتش الزمالك ده كان مع 2003. طب ما تعرضوا لنا الاهداف دي يا شباب جوه في الاعداد، طب بيجهزوها دلوقتي هتكون موجوده معانا. وبعدها بقى جه ماتش زد يعني، فرأفت خليل كان، فانا يعني حافظ يعني عارف تحركات رأفت خليل، فالحمد لله لعبت له الكوره يعني، هو عافر عليها يعني، هو اللي احيا الاسيست يعني. كنا عاملين استوديو تحليل هنا، كان معانا الدكتور احمد ثابت والكابتن محمد حشيش، وعلقوا على الاسيست اللي انت عملته بوش رجلك الخارجي، كانت حلوه قوي. الحمد لله، حاجات كابتن ابو تريكه يعني متعلم منه كابتن حسام غالي وكده. كويس، قول لي مين معانا بعض الصور هنا، دي مع فريق 2003 صح؟ دي فريق 2003. مين اللي استقبلك اول ما جيت بقى النادي الاهلي؟ اول ما جيت النادي الاهلي مين اللي استقبلك من اللعيبه؟ اللعيبه كلهم طبعا رحبوا بيه عشان هو كنا منتخب القاهره مع بعض، فيعني معظم اللعيبه كان اللي هو الاهلي واحنا في دجله، فيعني كان كلهم عارفين يعني، فكان عادي اكن عادي تمرين في المنتخب القاهره عادي، مش حاجه يعني جديده اللعيبه يعني. كلها اصحابك ما حسيتش انك انت لا بعيد لا عنهم؟ خالص، كانوا لا قاعدين يعني كلهم عارفهم واصحاب يعني. انت جيت دخلت النادي الاهلي في انتقالات يناير اللي فاتت صح؟ كان اول يوم تدريب ليا 1-2. انت حافظ اليوم؟ طب كويس، ما تقدرش تنسى انت اليوم لا ده. لا 1-2، يعني انت بتتكلم، احنا بنتكلم في كام شهر دلوقتي؟ يعني بتتكلم في 5 شهور مثلا. 5 شهور. في ال5 شهور دول يا كباكه، يعني قول لي الحاجه اللي انت اتعلمتها في ال5 شهور، ابرز الحاجات اللي انت اتعلمتها في النادي الاهلي. طبعا بره الملعب الالتزام، كويس، اللبس، كل حاجه اللي انت بتيجي في ميعادك. ده الحاجات دي بيدققوا عليها. طبعا طبعا، لو انت تكون اهم حاجه باللعيب برضو مش جوه الملعب بس، تكون كويس، على خلق عاليه يعني وكده. حلو. طبعا جوه الملعب بقى الروح، طبعا انت بتلعب باسم النادي الاهلي، ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها تعادل يعني، التعادل بالنسبه لنا بتكون هزيمه.
بس فبتكون بقى بتلعب براحة عالية جدا، وبقى طبعا غير الشغل الفني يعني. انت في الفترة القصيرة دي اتمرنت مع كابتن محمد شرف صح؟ اه كابتن علاء وكابتن محمد شرف. كابتن علاء انت عارف كابتن علاء من زمان من وادي اه دجلة، مؤدي ليهم منتخب. ومنتخب، وكابتن محمد شرف.